عمو نعمان، اقول الكتل يفطر لو لا؟ انت كبير تعرف بهالسوالف، انا ما اعرف. لك غبي، الضرب ما يفطر، بس يخليك ما تندل دربك هيك. زين لعد لك اخويا، انا كل يوم اكل ضرب من نارين، ما تقول ليش راح يصير بي؟ ها وش صار لك غبي؟ تقول ليش ما توديني السفرة وتضربني؟ ليش ما توديني السفرة وتضربني؟ لك عيني، اني اتريق ما اتعشى، اصلا اخذ كم فلس من هالمكتب اصرفن عليك، شلون ادزك؟ ها شلون؟ اي صح، هو انت قد يوميتك حتى تقومون تروحون سفرات. اي عمو، يعني شو اسوي؟ اصير حرامي ابوك؟ اشتغل بالحرام وافوت على السجن؟ سجن؟ والله خوش فكرة هاي، اذا افوت على السجن شي يصير؟ ما راح اكل ضرب من نارين. ايه، والفلوس اللي بقتهم انطيهن النارين وادزها السفرة، واني اخلص من الكتل. عمو نعمان، اني اروح اخذ اذن من عمو نوري، اقول له اروح ابوق واجي. اقعد بمكانك، لك عندك كم غرام عقل؟ يعني هذا الصوم والحر خلاهن يتبخرن؟ عمو نعمان، نارين قالت اليوم لا ترجع على البيت اذا ما تدبر فلوس، واذا ما دبرت راح اشبعك كتل وخليك تبات بالشوارع، وضعي صعب كلش، احتاج فلوس. شقد طعمه طيب هذا البنزين، كلش سيء، همين غالي وهم طعمه طيب، والله عجيب. حج نعمان، حج نعمان، خلص البنزان، خلص البنزان، يلا بحج نعمان، خلصنا. جلال اسمعني اقول لك، انت ايش سويت على مود حطت البنزين خانه؟ تمام عيني، انا رتبت العمل اللي هناك كلش روعه، وانا همين سحبت البنزين من التانكي مال سياره حج نعمان، هسه ما عنده بنزين هو، راح ادز لك اياه والباقي تنفذ مثل ما اتفقنا انا وياك، تمام اخويا؟ تمام عمو، تمام عمو، تمام. نتشاوف ان شاء الله. ابني انت مو تقول انا مو رجال عدل ومضبوط، تجي تلطم وتبكي قدامنا، صير رجال وصير سبع، اضرب ايدك على الميز هيج. اخ شوف ايش راح يصير. ابا هيج يوجع، انا هم يوجعني، بس نارين من تضرب شي يصير؟ ما تتوجع، الميز ينكسر من النص هيج. حج نعمان اقول لك، انت تقول اني خوش سايق، بس باوع ترى سيارتك ما بيها بنزين، يعني اذا جاك زبون راح توقف سيارتك. اشكرك هواي سنان، والله لو ما انت يجوز كان تطفى السياره بيها بالطريق. يلا يلا انا اروح افول بنزين. اقول لك ماكو هاي البنزينخانه اللي كل مره تشتري منها انت؟ حج نعمان اشتري منها هالمره هم، لان مسوين هدايا وعروض. كلش حلو، انا هم كيف على الهدايا. انت كمل اللي كنت تحكي. ليش انتوا شتوا تحكون؟ ها ماكو شيء، هو يبكي وانت تسمع. يلا ها خوش، والله نعبالي تحكون بموضوع. يلا ارجع ابكي كمل شوين كنت. باع اخويا، من يجي الرجال تقص البطاقه وتبلش. تمام تمام اخوي، افتهمت، لا تخاف انا احلها. تمام، البس السماعة، هم يجوز تنطي الهدية لغير واحد، انا اوجهك. تمام تمام اخوي. اجا تاكسي حج نعمان، العملية بلشت، العملية بلشت. بسرعة بسرعة فول لي السيارة، بأي لحظة يرفعوا الأسعار، بسرعة يلا يلا يلا. العفو العفو العفو، السرعة يم الأخ، هو اجى قبلي، فول لي له. يلا اول شيء يلا. مو مهم حجي، انا عندي شغل هسه. تسلم، اشكرك اخويا. ابو بثلاثين الف فول لي. تمام عمو. يلا بسرعه اخويا. اخويا هذا هو الرجال، بس تقص البطاقه نبلش. تمام؟ انتو تبيعون اغلى بنزين بالعالم، وكل يوم دا تصعدون الاسعار، شنو احنا نايمين على بنك؟ ليش احنا شنو ها؟ منين نجيب هالقد فلوس؟ كلش دا تغلوه يا اخويا. احنا عمال عمو، ماكو شي بيدنا. ايه طبعا هذا هو مو شغلكم. ايه ها شنو هذا الانذار؟ شنو حروب؟ شنو هالصوت؟ ايش يصير؟ مبروك مبروك مبروك، انت ربحت عطلة من عندنا، انت زبون محظوظ، مبروك عمو. كلش حلو. بس ما يصير اخويا، انا اخذ السيرة الاخ، يعني السفرة من حقه هو. قول ما يصير اخويا، ما يصير، قول ما يصير، ما اقبل.
احنا التعليمات يمنا هيج، ننطي البطاقة للشخص اللي قصينا البطاقة إليه. لو أنا ما أخذ سراجها صارت السفرة من حقه، اي أنا ما أقدر أكل حقه. قول لعد ننطي الهدية لأكثر واحد محظوظ بينكم. لعد ننطي الهدية لأكثر واحد محظوظ بيكم، شنو رأيكم؟ وش كان راح تسويها هاي؟ اللي يبدي اسمه بحرف النون هو اللي يربح. عندكم أحد يبدي اسمه بحرف النون؟ أنا اسمي نعمان، نعمان. وانت أخويا؟ أنا اسمي نوري. الله يلعن. لعد هيك نسوي؟ اللي عنده بنية بحرف السين هو اللي يفوز. ها لعد أسأل غير سؤال، عندكم بنية بحرف السين؟ أنا بنتي اسمها سناء. وبنتي سمر. الله يلعن. خليها أفكر. اصبر لي شوية، خليها أفكر. لعد اللي يلعب مصارعة خليه يربح. هم نفس الشيء أخويا. لعد خلي نسوي شيء أصعب، خلي نختار الرابح وخلص. أكو واحد ويكم بالماضي كان يلعب مصارعة؟ إذا أكو راح نطي الهدية قبل. ها طبعا عيني، أنا مصارع قديم حتى عندي ميداليات همين. أنا ما أفتهم بالمصارعة. لعد ننطي الهدية الحج نعمان، على الخير عليك عمو. ولازم تنطوها إله لأن كلش صادق تستاهلها. إيه أخويا تسلم. مبروك. أشكرك عيني. ألف مبروك. شكرا عيني. شنو هاي؟ إيه كلش حلو كلش حلو، تسلمون حلو. أشكركم.